السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساقراخس أو باللغة العربية الزلاقة. هذا أحبتي في الله هو سهل الزلاقة، حيث وقعت أحداث معركة الزلاقة الشهيرة بين جيوش المرابطين واتحادهم مع ملوك الطوائف، وعلى رأسهم ابن الأفطس والمعتمد ابن عباد أمير إشبيلية. المعركة أحبتي في الله وأحداثها قد وقعت سنة 1086 ميلادية، 23 أكتوبر من سنة 1086 ميلادية، وكان السبب فيها أن الملوك الطوائف استنجدوا بالمعتمد ابن بيوسف بن تاشفين لمناصرتهم بعد أن كان قد أغار عليهم ألفونسو السادس وافتك طليطلة سنة 1085، سنة واحدة قبل معركة الزلاقة. ثم كان أن نزل ولم يكتفي بأخذ طليطلة، بل أخذ مجريط ومجموعة من المدن الأخرى المجاورة لطليطلة، ثم نزل في اتجاه إشبيلية فحاصرها وأمعن في إذلال المعتمد ابن عباد، حتى أنه طلب منه أن يسمح له بأن تلد زوجته بجامع قرطبة الكبير. ودام حصار ألفونسو السادس للمعتمد ابن عباد شهورا طويلة، ثم كان أن استنجد ملوك الطوائف بيوسف بن تاشفين لأجل نصرتهم. وكان التقاء الجيشين أحبتي في الله في هذه السهول التي ترونها أمامكم، سهول الزلاقة أو سهل الزلاقة، والمعركة التي كان لها ما كان وأثرها التاريخي الكبير الذي أوقف زحف جيوش الممالك المسيحية من الشمال في اتجاه جنوب بلاد الأندلس. من أحبتي في الله، هذه هي ساقراخس، قرية صغيرة. هنا قلنا وقعت معركة الزلاقة، وهي الآن قرية صغيرة هادئة تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة باداخوز أو باتليوس، تطالعنا هناك مدينة باداخوز. وسبحان الله، هذه الأرض كما رأيت منبسطة أو سهل كما سماها العرب، وهي فعلا سهل جميل منبسط ذو خضار، ويبدو الخضار هنا في كل مكان والمزروعات وما إلى ذلك، فسبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سبحان الله. معركة كان لها أثر كبير أحبتي في الله، حيث دخل المرابطون وبدأوا في استعادة بعد ما كانوا قد فقده المسلمون، حتى أنهم وصلوا إلى مدينة فراغة قرب مدينة سرقسطة، يعني في الثغر الأعلى من الأندلس. فسبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن أحبتي في الله، أحببت أن أشارك معكم مكان معركة الزلاقة، ولمن أراد المزيد من التفاصيل حول هذه المعركة العظيمة التي قادها يوسف ابن تاشفين، وكيف كان الانتصار الساحق الماحق على جيوش ألفونسو السادس ومن تحالفوا معه، حيث تذكر المصادر التاريخية أن ألفونسو السادس كان مغترا بنفسه ومتأكدا من انتصاره في هذه المعركة، حتى أن بعض التجار قد أتوا معه بمجموعة من الحمير تحمل فقط خصيصا الحبال التي سيتم ربط بها أسرى المسلمين
غرض بيعهم في سوق النخاسة، لكن سبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى بتدبيره أن تكون هذه المعركة فاصلة وتساهم في بقاء أو في امتداد عمر المسلمين، الحضارة الإسلامية والمسلمين وبقائهم في الأندلس لأربعة قرون أخرى. تخيلوا معي، من 1086 ميلادية إلى عام 1492، تقريبا أربعة قرون أخرى أحبتي في الله من تجديد دم الإسلام في هذه البقاع. سبحان الله أحبتي في الله، قدر الله ما شاء فعل. نقرأ الفاتحة على أرواح المسلمين الذين استشهدوا في هذه المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قلت أحبتي في الله، كان أثر هذه المعركة أثارا قويا دوى في كل أنحاء أوروبا وأعطى هيبة ومنعة للمسلمين، توقفت على إثرها كل محاولات ملوك ويعني الدول المسيحية التي كانت تحاول الاستيلاء على بعض ما كان المسلمون يسيطرون عليه من هذه البلاد. وتقول المصادر التاريخية أحبتي في الله أن جيوش النصارى كانت تقريبا تقارب الربع مليون فارس، وكذلك سبحان الله كانت لأول مرة، وهذا تذكره بعض المصادر التاريخية، ربما صحيح ربما خطأ، أن أول مرة تدخل الجمال إلى بلاد الأندلس وتساهم في المعركة، حيث جفلت خيول النصارى من الجمال، نظرا لأن المرابطين أحبتي في الله كانوا محاربين من الصحراء وكانوا يجيدون ركوب الجمال وما إلى ذلك. فلما رأت خيول النصارى يعني الجمال جفلت وخافت وفزعت من هذا الأمر. هذه إذن أحبتي في الله المدينة والقرية الصغيرة التي وقعت أحداث معركة الزلاقة بالقرب منها أو فيها. سهل منبسط قلنا، هو الآن عبارة عن قرية صغيرة. إذن شكرا لكم أحبتي في الله، تحياتي مرة أخرى، محدثكم زكريا الصالح، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم.